من قضاء بيجي شمال شرقي العاصمة بغداد، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني خلال زيارته للمنطقة إعادة المواد المسروقة من مصفاتها بعد 8 سنوات على تحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية. مصفات بيجي التي تعد الأكبر في العراق كانت تقدر طاقتها الإنتاجية بمعالجة 310 ألاف برميل يوميا قبل أن تقع بين أيدي تنظيم الدولة في العام 2014، لكن بعد ذلك فقدت معدات وآليات من المصفاة ووجهت أصابع الاتهام إلى فصائل مسلحة شاركت في العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة بسرقتها وبيعها فيما بعد. بينما أشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن الأجهزة المستردة تشمل أجهزة مفصلية تكلف ملايين الدولارات وتحتاج سنوات لتصنيعها. لكن كيف تمت العملية؟ وفقا للسوداني فقد بادر أحد المواطنين للمساعدة في استعادة هذه المواد التي تقدر حمولتها ب60 شاحنة وقد تصل إلى 100 فيما عملت الأجهزة الأمنية على تأمين وصول المعدات من إقليم كردستان إلى موقعها في المصفاة، ما يطرح علامات استفهام حول الجهة التي كانت بحوزتها هذه المعدات الضخمة. ثم إن إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة بيجي ستغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق، بينما تقول الحكومة إن القضاء يضم منشآت اقتصادية وإنها تعمل على تحويله إلى موقع اقتصادي مهم على صعيد المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء والمدن الصناعية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الدكتور علي نعمة الخبير النفطي. أهلا بك دكتور. يعني السؤال البديهي في البداية، ما طبيعة هذه الأجهزة وما أهمية استردادها بعد هذا الوقت الطويل؟ السلام عليكم على مشاهدي قناتكم الكرام. الحقيقة أنه المصفى بيجي مثل ما ذكرت لكم هو أكبر مصفى في مصاف العراق بحدود 310 ألف برميل، وعند توقفه يبان دخول عصابات داعش تضررت العراق كثيرا لنقص المنتجات النفطية، مما اضطر إلى زيادة استيراد هذه المنتجات بشكل كبير ومضطرب. المصفى تعرض إلى السرقة من قبل عصابات داعش، رغم أنه كثير من الأقاويل كانت إلى أن هناك فصائل مسلحة التي حررت المدينة هي التي قامت بسرقة المواد، لكن المعلومات اللي أنا أملكها أنه عصابات داعش قامت بتفكيك المصفى وقامت بعرض هذه المواد للبيع، وأن أحد التجار من إقليم كردستان قام بالتواصل معهم وشراء هذه المواد وحفظها لديه وعرضها من ثم على الحكومة العراقية لإعادتها، لأنه لم يكن هناك تواصل مباشر من خلال الفترة السابقة، لأن حكومة السيد السوداني وكما ذكر سيادته بالتعاون مع لجنة الطاقة النيابية تم التواصل مع هذا الشخص وتم اتفاق معه على إعادة هذه المنتجات. نعم، ولكن ما هي هذه المواد بالحقيقة المواد هي المفاصل الرئيسية، وهي تضم صمامات وأيضا إلى مواد الفنية الأساسية في إنشاء المصافي. يبقى بعض الأمور البسيطة مثل أوجات الإنتاج وهذه كلها موجودة ويمكن إعادتها بالجهود المحلية بالجهود الوطنية، كما تم إعادة الوحدتين السابقتين اللي خاصة بصلاح الدين 1 صلاح الدين 2، لكن هذه المواد لو تم استيرادها من خارج سيكون تكلفتها عالية جدا، إضافة إلى أنها تحتاج إلى تصنيع وتصنيعها سيحتاج إلى مدة زمنية كبيرة، فاستعادتها ويتمثل بحدود 60% من المواد التي يحتاجها إعادة تأهيل مصفى بيجي، ومثل ما ذكرت أنه 40% الأخرى يمكن تأهيلها من خلال الجهد الوطني والقدرات الوطنية الخاصة بوزارة النفط التي أهلت كثير من المصافي ولها خبرات كبيرة، فبالتالي سيتم إعادة وتأهيل مصفى بيجي في مدة زمنية أقل بكثير مما كان مخططا لها في حال شراء هذه المواد وإعدادها من جديد، وإضافة إلى أنها تكلفتها ستكون بأقل بكثير مما كانت، كون أنها تم إعادة هذه المواد وتكلفة المواد الأخرى ستكون هي الأقل ثمنا قياسا للمواد التي تم إعادتها.
الحقيقة أنه هذا يعد إنجازا للحكومة الحالية لكونها استطاعت أن تتواصل بشكل مباشر مع الشخص الذي احتفظ بهذه المواد طيلة هذه السنوات وإعادتها دون أي ضرر، وبالتالي يعني عند هذه النقطة يعني الرواية التي قدمها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد تثير الأسئلة أكثر مما تقدم من أجوبة، يعني لماذا احتفظ هذا الشخص بهذه المعدات كل هذه السنوات ليبلغ عنها الآن، ولماذا لم تفصح صراحة الحكومة العراقية عن الجهات التي استولت على هذه المعدات؟ بالحقيقة أنه لا أعتقد أن الرواية التي ذكرها السيد السوداني أنها تثير الشكوك، لأنه ذكر أن الشخص الذي احتفظ بهذه المواد هو لم يرغب بالتصريح باسمه، ومثل ما ذكرت أنه معلوماتي أنه هو أحد التجار من إقليم كردستان الذي قام بشرائها من عصابات داعش والمحافظة عليها، إلا أن التواصل خلال السنوات السابقة مثل ما ذكرت كان غير جدي ولم يكن بشكل مباشر مع الحكومات التي سبقت حكومة السوداني، إلا أن حكومة السوداني استطاعت وبالتعاون مثل ما ذكرت مع اللجنة النيابية لجنة الطاقة النيابية بالتواصل بشكل مباشر مع هذا الشخص، وبالتالي التوصل إلى اتفاقيات لإعادتها. وهذا الشخص الحقيقة يعني حسب معلوماتي أنه منذ عدة سنوات يحاول إعادة هذه المواد، إلا أنه التواصل وبعض الأمور الفنية وقد تكون المالية لإعادتها لم تكن هناك اتفاقا عليها بين الحكومات السابقة وهذا الشخص، إلا أن الحكومة الحالية استطاعت أن تحل هذه الأمور نعم. كلها، طيب بعد عودة وبالتالي هذه أو استعادة المواد هذه وإعادتها المواد هل ستكون بالكفاءة نفسها؟ حسب المعلومات اللي حقيقة أنا أمتلكها حتى قبل أن تعاد، أن الشخص كان يحافظ على هذه المواد بشكل جيد وأماكن يعني خزن جيدة، لأنه كان يرغب بإعادتها منذ أن قام بالتعامل مع عصابات داعش وشرائها، كون عصابات داعش كانت ترغب ببيعها أو إتلافها للإضرار بالوضع العام، لكن هذا الشخص يعني أعتقد أنه وطنيته كانت عالية جدا واستطاع أن يتعامل مع هذه العصابات، وحسب معلوماتي أيضا كان التعامل مع عصابات داعش من خلال أطراف ثانوية لشراء هذه المواد والمحافظة عليها، مثل ما تعرفون أن هذه العصابات كان يهمها استحصال الأثمان، وإن كانت أثمان بخسة مقابل هذه المواد الثمينة والغالية، وبالتالي حتى وإن كانت أقل كفاءة لكن يمكن إعادة تأهيلها، ومثل ما ذكرت أن الكفاءة العراقية قادرة على تأهيل بعض المواد، وإن كانت حتى ولو كانت 98% هذه المواد هو بكفاءة عالية، فهذا سيكون جيدا جدا وسيؤهل المصفى بوقت سريع وبكلفة أقل. الدكتور علي نعم الخبير النفطي كنت معنا.